الآن أبناء العامة متورطين في قضية يبحثون لها عن حال ولا يوجد هذا الحل إلا في منهج أهل البيت الشباب اللي يرحون للبلاد الأجنبية الآن إيش قد عندنا من المسلمين في البلاد الأجنبية بالملايين الآن أكو كلام أن أوروبا إلى مدة ستتحول إسلامية بعض المفكرين هكذا يتنبأ بالملايين كثير منهم شباب ماذا نقول للشباب ثلاث خيارات عندنا الخيار الأول أن نقول له احفظ نفسك في تلك البلاد المليئة بالمغريات كم واحد يتمكن يحفظ نفسه كم واحد يتمكن الحل الثاني ان نقول تزوج الزواج الدائم، كم واحد يتمكن يتزوج زواج دائم؟ الزواج الدائم مثل شراء بيت، كم واحد يتمكن يشتري بيت؟ بلا تشبيه طبعا كمثال للتقريب، كم واحد يتمكن؟ فيه عهود واخذنا منكم ميثاقا غليظا هذا الميثاق الغليظ منو يتمكن ان يؤدي؟ لوازمه الحل الثالث ان نقول اذهبوا في طريق الانحراف وهذا ما تورط فيه الكثيرون راحوا شنو الحال الان مفكرو العامه متورطين في هذه العقده الانحراف الاخلاقي الكبت لا والزواج الدائم ماكو إلا حل واحد وهو الزواج الموقت لهؤلاء الشباب في بلاد الأجانب. الآن مفكريهم التافوا حول هذه القضية تحدي يواجههم ماذا يفعلون؟ غيروا الاسم قال هو جيبة وأسمه لجيبة في القضية المعروفة. سموه الزواج بنية الطلاق. يعني شنو الزواج الموقع وعدهم نوع ثاني من الزواج الآن انتشر زواج المسيار لعله قريب إلى النكاح الموقع القرآن الكريم مذهب أهل البيت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله طرحوا حل هذه العقدة الاجتماعية التي لا حل لها ما تمكنوا يحلوها عمر أفتى بالطلقات الثلاث هذه مشكلة عويصة عند العام الرجل يغضب بلا شهود واحد في حالة الغضب بعد يفقد توازن النفسي ويقول أنت طالق ثلاثة خلاص انتهى راحت المرأة بلا شهود بلا شروط عمر قال انه هذا اذا قال انت طالق ثلاثا هذا يعتبر ثلاث طلقات والمراه تحرم عليه الا ان يكون هنالك محلل ومشكلات المحلل والمحلل يمكن ما يطلق الى اخره أما في مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم المذهب الفقهي طلاق باطل إذا ما بشروط شاهدان عادلان يجب أن يكون في طهر وأن يكون هذا الطهر طهر غير المواقع شروط مشددة وإذا مع الشروط قال أنت طالق ثلاثة فالطلاق يقع واحدة على رأي كثير من الفقهاء. الان علماء العامه متورطين في هذه المشكله، ومع ثبوت فتوى عمر في هذه القضيه، كثير منهم رفضوا فتوى عمر. يقولون لا مذهب اهل البيت اوفق بالمجتمع، واقرب الى القران، هذا انا اقوله، لان ظاهر القران الكريم ثلاث طلقات، مو يقول ثلاث مرات.